عليكم وأهلا بكم ولقاء جديد من أحياء في الذاكرة. التقرير التالي يلقي الضوء على جانب من شخصية إبراهيم عبد النبي أحد ضحايا فض اعتصام رابع العدوية، نعود بعده لاستقبال أسرته. نتابع. حجارة أمام المدرعات والمجنزرات، يعلم حاملها أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، فقط يبرئ بها ذمته أمام الله. رجل المدرعة بصاده كده بينه وبينها بتاع حوالي 5 متر ولا 10 متر، آخر كلمة هو قالها هي لله. راح واخد الطوبة وزجلها في المدرعة. يا دوب زجلها الطوبة التانية ببص لقيت طيارة ادته رصاصة في صدره. نعم مفيش، هي بس الطاقة دي ما خدش ثانية في موته. إبراهيم عبد النبي علي محمد من مواليد عام 1966 محافظة الشرقية. باشمهندس إبراهيم كان مفيش شغلانة في البلد مش كان شغال، كان ماسك كفالة اليتيم ولجنة الزكاة، كان شغال في لجنة العيش، كان شغال في لجنة الصلح بين المتخاصمين، وكان شغال في العمال والفلاحين. بكل صراحه يعني السؤال للانسان الاستاذ ابراهيم ده، هو كان مش شغال في ايه بالظبط؟ هو ده كان شغال في كله، فما كانش في بوجه اي كلمه وحشه، وعمره لا غلط في حد في النحو ولا زعل مع حد ولا اذى حد ولا حد قال في حقه كلمه وحشه، ولا الناس عرفت قيمته الا بعد ما مات، لانه كان بيعمل لهم خدمات كتير جدا، والناس كانت فاكره ان دي فرض عليه على الشيخ ابراهيم من طيبته. كان في واحد بيتصل عليه فبقول له يا شيخ ابراهيم انت مش بحسبك يا اخي مت ولا حياه؟ يعني قسما بالله عمال ادعيها اقول يا رب الشهاده يا رب الشهاده والشهاده هي، اعمل ايه يعني؟ الاصابات اللي كانت في الجثه، هو كان طبعا في يديه كده حاجات زي اللي هي الرش دي اللي هو اسمه الخرطوش حاجه كده، وكان في طلقه اللي جات له من فوق في هنا في الكتف في اليمين من هنا كده، ده سبب اللي ادت للوفاه يعني. يعني هي جت في الطلقه في نفس الكتف من فوق يعني، فديت ادت للوفاه مباشره يعني. ولكن هو مش كان في اصابات ثانيه غير كده. وكانت الجبهه بتاعته ديت لما وقع تقريبا الله اعلم انه وقع على حته فيها نار، فيها مكان حاجه مولعه حاجه زي كده، فراحت عامله طبعه على وشه كده زي علامه الصلاه كده. جثامين ملقاة على الارض يأنس كل منها بالاخر. أرض مستشفى معهد ناصر حيث الدماء تحكي كل شيء. يعني حاجة مفزعة جدا 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 جدا. وكان هناك الجثث ما لا في ثلاجات طبعا ولا في حاجة، مرمين في الأرض، ويعني حاجة يعني مش ممكن، يعني مش ممكن أبدا 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 يعني. فهم كانوا قالوا ثلاثة أربعة منهم الشيخ إبراهيم. مش عايز أقول لك البلد دنتها لعند الساعة 8 الصبح لما أخواته راحوا له تاني يوم عشان يجيبوه. مش عايز الحزن في البلد وفي القرية كان بطريقة فظيعة جدا. لحد النهارده الناس زعلان عليه، يعني لحد النهارده لما يحصل مشكله والناس مش عارفه تحلها ولا حاجه يترحموا عليه. عام على المجزره، فلا الحق عاد لاصحابه ولا المحاكم نصبت لمن استباحوا الدماء. عام على المجزره فلا الحق عاد لاصحابه، والى الان الدماء التي سالت تنتظر القصاص ربما يأتي في يوم ما. نستقبل الآن أسرة إبراهيم عبد النبي معنا عبر سكايب، زوجته مرفت، الأستاذة مرفت علي، وكذلك أولاده تغريد ومريم وأحمد وعبد الرحمن. أهلا بكم جميعا. ربما سينضم إلينا أيضا بعد قليل الأستاذ علي والأستاذة شوقية، وهي شقيقة الأستاذ إبراهيم، وكذلك الأستاذ علي شقيقه. بداية أستاذة مرفت أهلا بك، ويعني عظم الله أجركم في زوجك. عايز أعرف ملابسات الحادث، وصل لك إزاي الخبر، خبر ارتقاء الأستاذ إبراهيم؟ وصلنا الخبر. أنا طبعا كنت في مسيرة في الزيازيق يومها، فبفضل الله يعني كل ما اتصل عليه الساعة واحدة كان يديني غير متاح. فالمهم ان انا ما عرفتش برضه بالخبر الا بعد العصر، صليت العصر واتصلت عليه برضه بدي غير متاح، فاتصلت على اخوه، فاخوه قال لي احتسبيه عند الله شهيد.
الخبر يعني ده بجد، لما قال لي اه احتفظي بيه عند الله شهيد. اخوه كان معاه في رابعه؟ اخوه الصبح لما عرف بالخبر راح له. اخوه سعيد هو مش موجود هنا دلوقتي، هو مسافر. فراح له يومها من ساعه ما عرف بالخبر. حتى احنا اتصلنا عليه يومها وقلت له اخوك راح لك وناس كتير راحوا لك، قام جه خلى لي فيديو قال لك وحشه شويه. فالحمد لله لما اخوه قال لي كده، طبعا انا كنت طبعا في مسيره في الزيازين، فقلت انا لله وانا اليه راجعون. فاتصلت على اخوه اللي في البلد وبقول له الخبر دي صحيح، قام قال لي اه تعالي. فجيت من المسيره بتاعت الزيازين جيت على البلد. الحمد لله يعني هو كان بيتمنى الشهاده وربنا اديها له الحمد وكان لله. وكان طول فتره الاعتصام هناك يا استاذه مرفت؟ ايوه كان هناك. كان طول فتره من بدايه الاعتصام يعني كان هناك؟ مش كان بيجي كل كم يوم، يجينا يوم واحد وكان بيجي مثلا قريب المغرب يروح يمشي ثاني يوم الصبح. على ايام يعني متفاوته. انتوا ما رحتوش الاعتصام؟ انتوا كاسرته ما يعني ما رحتوش احنا الاعتصام؟ احنا كنا بنروح على طول. كنتوا بتروحوا ايه؟ مره اروح يوم الجمعه، ابي يوم السبت الصبح لما اصلي الفجر هناك. يوم الثلاث اروح برضو، اجي يوم الاربع الصبح، كنت دايما بصلي الفجر هناك. طيب يعني خلينا نتكلم اكتر بقى على الاستاذ ابراهيم رحمه الله عليه. يعني اوصفي لي الاستاذ ابراهيم كزوج وكاب مع اولادك، كان بيتكلم معاكي في ايه؟ وبرده فكره الاعتصام ان هو يسيب وراه اربع اولاد وزوجه، انت بتقولي كنتوا بتروحوا على فترات متباعده، كتير من الناس تحب تعرف الدنيا كانت ماشيه معاكوا ازاي. يعني كان بيقول لك بيروح الاعتصام ليه بالفترات الطويله ويسيبكوا الايام الطويله دي كلها؟ والله الحمد لله يعني احنا مروحنا رابعة ده مش كان يعني كنا الحمد لله يعني هو كان بيروح واحنا عادي كنا بنروح. ف والحمد لله كان شغله هنا اخواته ماشيين الشغل. طيب هو سبب يعني تمسكه بالبقاء في الاعتصام لفترة طويلة وحتى يوم الفض، كان ايه السبب او الدافع ان هو قال لك عليه ان لا لازم يفضل في الاعتصام الفتره الطويله دي؟ علشان هو طبعا كان في الاعتصام في رابعه علشان ان شاء الله رجع الشباب. وطبعا حريتنا اللي احنا قيادين بيها ديت، والحمد لله احنا سامعاكي يا استاذه مرفت. ماشي انا مع حضرتك. طيب يعني خليني انتقل يعني لتوصيفك للاستاذ ابراهيم كزوج، كان بيتعامل معاكوا ازاي؟ طباعه ازاي في البيت مع اولاده مع اهله؟ هو الحمد لله كان نعم الزوج، نعم الاب، نعم الاخ، يعني الحمد لله كان كل حاجه فيه كويسه جدا. تعامله معانا كان كويس خالص، ومع اخواتي ومع الجيران ومع اولادي. طبعا كان بيحب اولادي جدا، كان دايما يعني دايما انا اللي كنت اعاقب الاولاد، هو كان دايما يقول لي لا اولادي مش بغلطوا، اولادي احسن، يعني اولادي حلوين خالص. فالحمد لله كان ونعم الزوج ونعم الاب ونعم الاخ. بجد لو حتى قلت لك ايه عليه مش هقدر ان انا اوصف حقه، لان يعني عشت معاه فعلا 19 سنه، كان احلى 19 سنه في عمري كله. فعمره ما زعلني، عمره ما بفضل الله عمري ما رحت بيت اهلي مره زعلانه منه خالص. وعمره ما حرمنا من اي حاجه، عمره كله معانا كويس خالص خالص يعني الحمد لله. طيب خليني اكلم تغريد بنته الكبيره. ازيك يا تغريد سامعاني؟ كويس الحمد لله. تغريد لو عاد بيكي الزمن مره تانية توافق البابا ان هو يروح الاعتصام ويفضل على موقفه ده؟ اكيد. ليه طيب؟
دي طيب، لان دي لازم نكون واقفين مع الناس. يعني هنا دلوقتي الموضوع استشهد لسه في قمبين، لسه قمبين عشان يرجع حق بابا يعني. وبعدين هو اصلا طلع في الاول عشان يرجع الشرعيه، عشان وقف ضد اللي هو الانقلاب على الرئيس الشرعي، عايز يستقبل بلدنا تكون احسن ويكون فيها دين مظبوط. انا هقول لبابا لا، يعني اكيد لازم يرجع. حياتك يا تغريد في وجود بابا، يعني اكيد في نوع من الاختلاف بالتاكيد، يعني بعد ارتقائه بعد وفاته، ايه اللي انت افتقدتيه وحاسه ان هو مش هيتعوض بوجود بابا معاكي في حياتك؟ اولا يعني حنانه، كان على طول يعني انا بقعد اتناقش معاه في السياسه على طول، كان بيحب يعني يسمعني. دلوقتي انا مش فاهمه حاجه ارجع له، دلوقتي انا مش بعرف اتكلم مع حد. حتى هو لما كان على طول هو اللي متابعني، كان على الاقل لما كنت في الدراسه بجيب درجات وحشه او درجه ما تعجبش اللي في البيت، كان هو دايما يقول لي كويسه خلاص المره الجايه احسن. كان دايما يشجعني على الحاجه، يشجعني على ان انا اجيب من الثمار، يشجعني على كل حاجه في حياتي، مش يعني ما بيحبطنيش اي حاجه مش فاهمها برجع له. طب انت ليه بتقولي مش قادره، يعني مش قادره تتعايشي او مش قادره تتواصلي مع اي حد؟ يعني وجود والدتك في البيت، وجود اخواتك في البيت معاكي، ده ما بيسدش شويه الـ 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 يعني فقدان والدك؟ اصل مش لما تكون الحاجه في يعني قدامك يعني حاجه في حياتك كده حلوه في الاخر تروح. وبعدين يعني هما موجودين، عمرهم ما هيكونوا زي كفايه. مثلا انك انت لما تشوفي انسان واحده وباباها معاها في اي حاجه تلاقيها معاها وانت فقداه، دي كفايه. ما فكرتيش في يوم من الايام تقولي له يا بابا في خطر من وجودك في رابعه؟ انت اكيد بما انك انت بتقولي متابعه وانت ما شاء الله يعني عندك 15 سنه، ما فكرتيش تقولي له يعني عدت علينا في من بعد الانقلاب العسكري اكتر من مجزره، مجزره الحرس الجمهوري، مجزره النصب التذكاري، واكيد الناس كلها تابعت عدد الضحايا اللي راحوا في المجازر دي، ما خفتيش على بابا؟ ما حاولتيش ترجعيه من المكان اللي هو فيه وقلتي له مثلا تكون في وسطنا وكفايه مثلا مسيرات او غيره؟ انا فعلا كنت دايما اقول لي يا بابا هيجي يوم يفض رابعه، كان هو يقول لي ان شاء الله لا. يعني هما يعني دي كان قالها لي لما كنت بتصل عليه اخر في يوم يفض نفسه، قلت لي يا بابا انا قلت لك ان هما هيفض رابعه. هو قال لي انا ما كنتش متوقع. يعني دي المكالمه اللي كانت في نفس يوم الفض كلمتي والدك فيه؟ دي قبل ما يتوفى بتهيألي بساعة تقريبا أو نص ساعة. إيه اللي دار في المكالمة دي يا تغريد؟ دي كنت متابعة معاه على طول، اتصلت عليه. كان لما عرفت إن هم فض رابعة، هنا البلد عملت كده سلسلة بشرية قدام المحطة كده قدام البلد، وحصل يعني اللي حصل أنا حكيته له. هو قعد يحكي لي، وبعدين انا قلت له يا بابا مش قلت لك ان هم هيجوا يوم يفضوا رابعة؟ قال لي والله انا ما كنتش متوقع ان هم يعملوا كده. كان تقريبا الساعة كام ده يا تغريد؟ مش فاكرة، تقريبا 12. طيب 12. انا ليه بسالك السؤال على فكره التوقيت ده؟ يعني ما وصفلكيش المشاهد اللي هو شافها في الوقت ده في رابعه، ما قالكيش مثلا احساسه وشعوره من فكره الفض بالطريقه دي عامله ازاي؟ هو ما قالش حاجه، بس هو كان هو انا لما سالته هو انت فين عم بتضرب ولا فين، قال لي انا في مسجد. كان في مسجد وقتها وقت ما اتكلم معايا. بس هو طبعا طلع من المسجد اكيد لان اتضرب بره المسجد.
طيب تغريد، هرجع لك تاني مرة تانية وهرجع كمان لإخواتك، بس خليني يعني أستقبل دلوقتي الأستاذ علي والأستاذة شوقية. أستاذ علي، سمعنا في التقرير صفات كتير جدا ومن شهادات لأصدقائه وأقارب للأستاذ إبراهيم رحمة الله عليه. الحقيقة في نقطة معينة عايز أسأل فيها، وهي النقطة الخاصة بالتعامل مع الناس وحسن السيرة للأستاذ إبراهيم، المساعدة في قضاء حوائج الناس ومساهمته في ده بشكل كبير جدا، مشاريع زي مشروع مثلا العيش أو تفريق العيش. نقطة حابة أستفسر من حضرتك عليها، إيه مغزى المشروع ده تحديدا؟ والله المشروع ده بالنسبة لمشروع العيش كان البلد عام وطبعا هو بعد وفاته يعني يعتبر المشروع فشل. يعني بعد وفاة الأستاذ إبراهيم وبعد فكرة الفض أو الانقلاب بشكل عام الموضوع ده انتهى بتقول؟ فشل، لأنه هو اللي كان ماشي المشوار دي طوالي يعني. هو اللي كان بيلف، هو اللي كان بيجيب، هو اللي كان بيودي، يعني اعتبر هو العنصر الأساسي يعني هنا البلد بقت بتحبه وكده، وكان كل واحد ما فيش حد بيقول له لا وده كان عمل تطوعي منه هو بس، يعني مش حاجة بالأجر أو بالمقابل. لا ما فيش إيجار ولا في أي حاجة، لله كل هيته للناس وكده يعني. لكن هو بالنسبة هو خير والناس بقت بتحبه، مش له أعداء، كل الناس يعني حزنت على الشيخ إبراهيم الله يرحمه. طب تأثير ده ايه على الناس اللي كان يعني بيختلط بيهم؟ فكرة ان هو كان مختلط في اعمال تطوعية كتير وحاجات بتمس الناس بشكل يومي، تأثيره ايه عليهم على الناس اللي لو قارنا ده بفكرة الاشاعات او الكلام اللي بيتقال على اللي كانوا في رابعة انهم مسلحين وانهم ارهابيين وانهم بيسعوا لزعزعة امن واستقرار الوطن؟ ده لو حطيناه في كفه وحطينا انطباع الناس او معرفه الناس بواحد زي الشيخ ابراهيم، بتلاقي المعامله في الاخر عامله ازاي او انطباع الناس عامل ازاي؟ محدش بيصدق الكلام ده، لان لو هم مسلحين كانوا حمروا روحهم. لو هم مسلحين كانوا حمروا روحهم على الاقل، مش كانوا ماتوا كده ولا انضربوا الضرب دي ولا كده، كله اغاويل طبعا من الاعلام بتاعه وكده يعني. لكن بالنسبة يبقى احنا اخوان وبنضرب وكل يوم بموت الاف وكل يوم بموت مئات ونيجي نقول لهذا الاخوان ماسكين سلاح ونموتوا في بعض. بس انت بتقولي ما حدش مصدق، بس الواقع بيقول غير ده يا استاذ علي، بيقول ان في ناس مصدقه وفي ناس نزلت ادت تفويض بالقتل وفي ناس وقفت جنب الانقلاب العسكري وما زالت يعني. نعم والله دي اللي هو مدة تفويض دي له مصالح وكل واحد له مصالح تمشي فيها يعني. طبعا في ناس مأيده تفتح السيسي وفي ناس مش مأيده، وطبعا اللي مأيده عارف في وراه وفي كده يعني. طيب ارجع بيك ليوم ارتقاء الاستاذ ابراهيم، وعرفت من زوجته ان انتوا عرفتوا وحاولتوا توصلوا لها المعلومه عشان هي كانت بره، انما بقى استلام الجثمان كان سهل بالنسبه لكم ولا لقيتوا صعوبه في ده؟ لا طبعا مش سهل، ولغايه دلوقتي احنا مش مستوعبين وفاه الشيخ ابراهيم لغايه دلوقتي، لان هو بالنسبه لنا يعني هو العنصر بتاعنا الاساسي يعني، هو اللي كان بيوجهنا وهو اللي كان بيمشينا كان عليه اعتماد جامد. استلمت جثمانه في نفس اليوم يا استاذ علي؟ سعيد اخويا راح في نفس اليوم وجابوا ثاني يوم. وتقرير الطب الشرعي اتكتب فيه ان هو واخد رصاصه ولا كان في ضغط؟ لا والله عايزين يكتبوا انتحار، انا عايزين الاول يكتبوا انتحار وكده، فسعيد ما رضيش فنقل من مستشفى لمستشفى ثاني. المهم يا ربنا سهل وجاب برضه تقرير وكده كويس يعني. لكن هم كانوا مصممين الاول ان هو انتحار يعني، يمضى عليه ويتسلم اخوك انتحار، فهو ما رضيش مش قبل. لحد ما نقلوا مستشفى تانية وبعد كده يعني خد تقرير ان ده طلق ناري يعني، قتل بطلق ناري. انا الطلق جاي من فوق من هنا كده.
فوق من هنا. يعني معنى كده ان القنص كان من مكان عالي؟ من مكان عالي، لانه نازل الريح رغباته عدل، مش نازل في بورتو ولا نازل في رغباته ولا في السدر، ونازل هنا في جنب رغباته عدل هنا. طيب طيب لو تسمح لي اكلم الاستاذه شوقيه شقيقه الاستاذ ابراهيم. ماشي. استاذه شوقيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه شوقيه، يعني انا سمعت من الاخ وسمعت من الزوجه كلام الاخت شويه بيفرق، على اساس ان يعني معروف المراه بشكل عام بتكون الاقرب لأسرتها من الناحية العاطفية. كلمينا أكتر على الأستاذ إبراهيم لما تكون دي صفاته وكل الناس بتشهد له بحسن الخلق بالشكل ده، كلمينا أكتر على الأستاذ إبراهيم معاك وانتوا كإخواته في البيت معاك وعامل إزاي؟ هو الشيخ إبراهيم رحمه هو اللي عرفني، يعني هو اللي علمني إزاي أصلي، هو اللي كان متابعني، هو اللي عرفني طريق الدعوة. هو يعني لو كان إيجا لجيني مثلا في يوم مش صليت يقوم يصلي، وكان هو اللي بيذاكر لي وأنا كان بيذاكر لي، وكان ما شاء الله عليه يعني طولة عمره، يعني هو يعني قريب أقرب إخواتي إلي، طولة عمري كان في ارتباط بيني وبينه غير أي حد تاني. يمكن ارتباطنا على أساس إن هو اللي عرفني طريق الدعوة وإزاي أوصل لطريق الدعوة وإزاي أعرف طريق الله عز وجل، دي ارتبطنا أنا وهو أكتر. فكان دايما في قرب بيننا وبين بعض، أي مشكلة في حياتي كان هو أقرب واحد بيحلها لي، ودايما حاسة إن هو سندي، دي الظهر اللي أنا بسند عليه. بعد إبراهيم حسيت إن أنا انكسرت، لانه بجد يعني كان هو يعني حتى لو بعدنا عن بعض، حتى لو مش شفته، بس كنت دايما حاسه ان في ضهر لو رجعت اي وقت هلاقيه. فربنا يرحمه يا رب، ويجعل كل اللي عمله في وجهان حسناته، ويبارك في اولاده ويجعلهم خير لخير ايه خلف يا رب، وبارك لهم فيه يا رب وينبتهم نبات حسن. اللهم امين. كان بما انك انت بتقولي يعني كنت قريبه من جدا منه يا استاذه شوقيه، كلمينا اكتر لو كان بيكلمك على فكره الاعتصام وتمسكه بالاعتصام في رابعه العدويه، كان بيقول لك ايه؟ هو احنا اصلا هو اخر كلام كان جاله بنته بتساله انت هتيجي؟ قام قال لا انا اجي شهيد، اجي مع الرئيس. فكان كل ما يحصل مجزره اتصل عليه، انت عامل ايه واخبار؟ اقول له والله انا كويس. طب هتيجي؟ لا احنا قاعدين هنا لغايه ما نجيب الرئيس. اليوم الوحيد اللي ما قدرتش اتصل عليه اللي هو يوم الفضل نفسه. كل ما اجي ناحيه التليفون ما اقدرش ان انا اجرب ان انا اتصل عليه، خايفه اسمع حاجه وحشه. لغايه ما جيت اتصلت اخر اليوم فما ردش عليا، فطبعا اتصلوا قالوا يعني طول اليوم ما حاولتيش اصلا تتصلي بيه؟ لا، يوم الفاضل ما عرفتش اتصل، اتصلت عليه بعد الساعه 1 بعد الساعه 1 الظهر، فالتليفون كانسل. فاتصلت على زوجته فقالت بدل هو كانسل ان شاء الله هتصل عليكي. فطبعا ما اتصلش. طبعا احنا لما عرفنا ان الموضوع اتقضى طلعنا عملنا سلسله على الطريق عندنا. المهم زوجته راحت الزجاجيل، كان في مسيره، فاتصلت عليا قالت بطمن عليها، قالت لي اخوكي مات، روحوا اقعد عند العيال. اخوكي السوشيال. فطبعا ربنا يتقبل يا رب، لانه فعلا اكتر واحد فينا في البلد يقدر ان هو يسهل ويبقى شهيد، لان الخير بتاعه كان فاضل، يعني كان له فضل كتير جدا جدا على الناس هنا. ربنا يتقبله يا رب. اللهم امين وربنا يصبركم. كلميني بقى على فكره ان انتوا بتقولوا متمسكين بحقه، يعني في اصوات كتير كانت الفتره اللي فاتت بتنادي، طب ايه يعني ايه اخره الطريق اللي الناس ماشيه فيه، طريق المظاهرات والمسيرات بشكل دائم الى ان يسقط الانقلاب ده، يعني طلب من يناهضون الانقلاب بشكل اساسي. فكره بقى الدم اللي راح وكل الناس اللي دمها سال على الارض دي، في ناس اقترحت فكرة يعني الدية وهي كفيلة بحل المشكلة، رأيك في ده ايه؟ لا طبعا مستحيل. احنا حتى انا عن نفسي لو كنت بقصر قبل وفاة اخويا في خروج المسيرات، او كنت بقصر مثلا اروح معاهم في رابعة، دلوقتي مستحيل ان انا اقصر، ما عادش مش ممكن اسيب مسيرة، اسيب اي فعالية، لان هندنا فيها لغاية الى ان شاء الله عز وجل ينجيب حقه وحق عياله، يا نموت شهداء، خلاص هي الحياه اصلا مش عادله طعم من غير الشهداء وغير الناس اللي راحوا، ما هي اصبحت دلوقتي يا ناقص شهاده. حتى لو كان الطريق ده طويل ويعني مش باين له نتيجه دلوقتي يا استاذه شوقي. لو احنا الطريق ده طويل علينا عيالنا هتكمل. احنا عيالنا هتكمل، احنا مستمرين الى يعني لغايه اخر قطره في دمنا. احنا خلاص احنا اخترناه وتربينا عليه، مستحيل ان احنا نسيب الطريق ده. ده الطريق اللي احنا هنمشي فيه لغايه ما نجيب حق اخويا وحق اخواتنا كلهم اللي ماتوا.
فمش هنتنازل عنه يعني، يا نصر يا شهاده، ما فيش، مش لهم خيار تاني. طب انت بمشاركتك في المسيرات زي ما انت بتقولي، وان انت ما بتفوتيش مسيره دلوقتي، يعني شايفه الوضع على الارض ازاي؟ يعني في تحسن من في صالح ما تسعين اليه انت وانت والمجموعه اللي معاكي، ولا لا يعني الناس بتنفض من حولكم وفي يعني تراجع في المسيرات وفي الخروج للتنديد بالانقلاب العسكري؟ لا طبعا، العدد كل ماله كل ما بيزيد، واحوال بلد حضرتك عارفه كل ما بنمشي من سيء لأسوأ. الناس خلاص زهقت، وكان اللي كانوا مخدوعين في الكلام الجميل اللي هم خدوه في الاول ده، الناس خلاص عرفت الحقيقه، بس للاسف في ناس مش قادره تتكلم. ولكن للاسف احنا كل يوم بالنسبه لان الفعاليات بتاعتنا كل مره بتزيد عن المره اللي قبليها، والناس خلاص بدات يعني تستوعب ان فعلا بدا في انقلاب عسكري، بدات الناس تعرف ان هم في الطريق الغلط، بدات الناس ترجع لطريق الحرب، بدات يعني تعرف يا استاذه شوقيه اسمحي لي، يعني الناس اللي انت بتقولي عليهم بداوا يعرفوا، عشان احوال البلد بتسوء يوم عن التاني، والحاله الاقتصاديه بتسوء يوم عن التاني، وده واضح للجميع. انت عايزه تقولي لي ان الناس اللي ما اتحركتش للدم الرهيب اللي اريق فيما بعد الانقلاب العسكري ممكن يتحركوا او ينتفضوا يعني عشان اكل عيش او عشان نور بيقطع او حاله اقتصاديه مترديه في البلد؟ ايوه، في ناس فعلا كده فعلا بدات تفوق. يعني طبعا الاعلام حضرتك عارفه الاعلام المصري وازاي شبه ادمغت الناس، وازاي صوروا لهم ان الاخوان دول هم اللي كان معاهم الاسلحه وهم اللي كان لازم ينفضوا. طبعا احنا كشعب مصري يعني في معظم الناس ايه، فعلا في ناس مش حركتهم الدم، ولكن فعلا في ناس حركتهم بطنهم، سابوا الدم ورضوا عنه، لكن دلوقتي الحاله الاقتصاديه طلعتهم غصب عنهم، ولسه كمان هيطلعوا لما يشوفوا الحاله الاسوء. لكن احنا طالعين ليه؟ فدلوقتي هم لما يطلعوا طالعين عشان يشوفوا الاحوال ويشوفوا الدنيا هتترسى على ايه. ما كتير من الناس بيتهموكوا يا استاذه شوقيه ان انتم من العوامل الاساسيه لتاخر الحاله الاقتصاديه في البلد بخروج المسيرات وعدم استقرار الوضع الامني في البلد. لا، وحضرتك دلوقتي الناس عادت شايفه الوضع على حقيقته، حتى في ناس بدات تفوق وتعرف ان فعلا ده الاعلام ضحك عليها. يعني فين؟ يعني مثلا انا امبارح ماشيه فبص النور قطع، قلت الله يرحم ايامك يا ريس، فالناس قالوا فين ايام الريس بقى، الريس مرسي ربنا يفك اسره يا رب. فالناس بدات تصحى وبدات تفوق، فزي ما قلت لحضرتك في ناس مش حركها الدم هتتحرك من غصب عنها عشان لقمه الايه؟ العيش، وعشان ايه؟ فعلا الناس مش عايزه تلجي. طيب يعني انا بنتهز فرصه وجودك معايا وكصوت نسائي بيشارك في المسيرات بشكل كبير جدا زي ما تفضلتي وقلت لنا قبل كده، الاستمراريه في ده انت اكدتي لي ان لا الناس مكمله الى اخر رمق زي ما انت بتقولي، وان ما كملتوش انتوا الطريق ووصلتوا للي انتوا عايزينه ممكن ولادكم يوصلوا للي انتوا يعني بتتمنوه في يوم من الايام. الطريق السلميه ظهرت أصوات تعالت في الفترة أيضا الأخيرة، ده بالإضافة للأصوات اللي أصلا بتتهمكم أن أنتوا بتثيروا العنف وبتثيروا الشارع وبتستخدموا العنف في بعض المواضع إن ما كانتش أغلبها بالنسبة لما يقال في الإعلام المصري الخاص والعام. أنت رأيك إيه في الأصوات اللي تعالت الفترة اللي فاتت، سواء اللي بتنادي بده أو من تحملكم أنتم نتيجة العنف في الشارع؟ هو حضرتك دلوقتي فين العنف اللي احنا فيه؟ احنا بنمشي بمسيرات، يعني كان في مسيره يوم الجمعه اللي فاتت هي كنا حوالي 2000 واحد. طيب البلطجيه اعتدوا علينا، احنا كنا لو احنا معانا سلاح كنا احنا مسكناهم اعتدينا عليهم، ولكن هم اللي اعتدوا علينا شويه بلطجيه بسيطه، لو احنا معانا سلاح او احنا اللي بنعتدي احنا اللي كنا ايه؟ اعتدينا. فطبعا احنا السلميه بتاعتنا لو احنا مش ناس سلميين كانت الناس انفضت من حوالينا من زمان، لكن الناس عارفه احنا ماشيين ازاي وعارفين الطريق السلميه، عندنا ماشيين في الطريق السلميه. زي ما المرشد نجاد سلميتنا اقوى من الرصاص، عندنا مكملين الى اخر ايه؟ الى ان شاء الله يا اما بالنصر يا اما بالشهاده، لكن احنا مش مفيش عنف، فين العنف اللي احنا فيه؟ لو احنا فين لو في عنف ازاي هم يعتدوا علينا؟ طيب يعني ليه جت من عندنا احنا مش من عندهم هم؟ طيب خليكي معايا يا استاذه شوقيه، وهرجع مره ثانيه للاستاذه ميرفت علي زوجه الاستاذ ابراهيم. استاذه ميرفت، انت في نقطه معينه عايزه توضحيها بخصوص الواقعه، واقعه ارتقاء زوجك؟ بخصوص تصريح الوفاء او تقرير الطب الشرعي؟ التصريح
صلاح الوفاة هم ادوني شهادة مش فيها أي شهادة مش فيها أي حاجة، هم سايبين لي إيه مش فيها حاجة خالص. أما التقرير جالي طلقة نارية من الكتف اليمين خرجت من الصدر اليسار، الصدر ناحية اليسار. تمام، أنتم ما اتخذتوش أي إجراء قانوني يا أستاذة مرفت؟ حتى لو اتخذنا هنعمل هيعملوا لنا إيه؟ ما القضاء مش عادل، ما هناخدش حق ولا باطل. يعني حتى ما حاولتوش توثقوا ده حتى على المستوى الدولي زي ما يعني في كتير عملوا الفترة اللي فاتت؟ لا بصراحة احنا ما عملناش حاجة، ممكن اخواتي يكونوا عملوا وممكن اصحابي يكونوا عملوا لكن انا ما عملتش اي حاجة بصراحة. طيب ارجع تاني لحال الاسرة بعد ارتقاء الاستاذ ابراهيم، بتتعاملي ازاي مع اولادك يعني غياب الاب بشكل مفاجئ بالشكل ده وانت ما شاء الله عندك اربع اولاد، بتتعاملي ازاي معاهم؟ هو الحمد لله كان مربيهم تربية كويسة، فالحمد لله هم متعين وكويسين وهما بفضل الله يعني اللي خلف ما ماتش، فالحمد لله يعني احنا عايشين وكويسين. انتي ما شاء الله عندك تغريد ومريم 15 سنة و 13 سنة وعندك احمد وعبد الرحمن ربنا يبارك 9 سنوات وست سنوات. يعني احمد وعبد الرحمن ممكن يكون يعني تغريد ومريم مستوعبين شويه الفكره، ما شاء الله احنا كلمنا تغريد يعني مستوعبه الفكره كويس جدا، فكره غياب الاب بالشكل ده والاسباب اللي دفعته ان هو يعرض حياته يعني او يقدم حياته ثمن لفكره هو بيدعمها او بيؤمن بيها. اما احمد وعبد الرحمن بتتعاملي معاهم ازاي؟ احمد وعبد الرحمن هما كانوا مش بيتكلموا في حاجة، هما كل اللي هما عايزينه احنا محتاجين بابانا احنا، وبعدين انا بلبي لهم طلباتهم فهما عايزين حنان باباهم. طيب هو ده اللي هما عايزينه بس. تسمحي لي اتكلم مع مريم لو متاحة معانا؟ مريم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مريم يا ريت تعلي لي صوتك شوية، وما شاء الله يعني سمعنا تغريد وهي بتتكلم. انت في البداية عندك 13 سنة، في سنة كام يا مريم؟ أنا في سنة ثانية إعدادي. أنا ما سمعتش معلش يا مريم. أنا في ثانية إعدادي. في تانية اعدادي. طيب ربنا يبارك فيكي وقولي لي تغريد بتقولي ان هي مفتقدة الوالد بشكل كبير جدا، انت يعني في حد ممكن يعوضك عن والدك يا مريم؟ يعني قادرة تتعايشي مع غيابه؟ لا ما كنتش قادرة اعوضني عن حنان بابا طبعا. مفتقدة في ايه؟ مريم؟ ايوه بقولك انت مفتقده بابا في ايه؟ في حنان طبعا، وانا مفتقده حنان بابا جدا، هو لان هو كان بيقعد معانا على طول، هو بابا مش بعيد عننا غير لما راح بابا، كان بعيد عننا شويه بس هو كان بيقعد معانا على طول، هو حنان بابا بس اللي افتقدناه. طيب مريم يعني معلش عشان الوقت، يعني حابة أخد كلمة أخيرة من الأستاذة ميرفت علي زوجة الأستاذ إبراهيم، يا ريت كلمة أخيرة يا أستاذة ميرفت من حضرتك، رسالة تحبي توجهيها لمين وتقولي فيها إيه؟ رسالتي لعبد الفتاح السيسي، حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب تشوف اللي أنت عملته ده في أولادك. انت وكل مؤيدك. دي رسالة لعبد الفتاح السيسي. رسالتي للثوار ان هم يثبتوا وهم على الحق، وان شاء الله ان شاء الله النصر قادم، واحنا الحمد لله مكملين وثابتين، وان شاء الله احنا كده احنا على طول بنطلع يعني مسارات وسلاسل والحمد لله يعني لحد ما نجيب حق جوزي وحق الشهداء كلهم،
اظن ان دي المعادله اللي لازم الطرف الاخر يفهمها كويس جدا، وانا مش يعني لا استوعب الى الان فكره عدم استيعابها من الطرف الاخر طرف السلطه ان هناك اصرار زاد بفقد العائل الوحيد للاسره. معادله من الضروري جدا ان يفهمها من هو في السلطه الان، اسره ابراهيم عبد النبي. شكرا جزيلا لكم الاستاذه ميرفت علي وكذلك اولاد الاستاذ ابراهيم وكذلك الاستاذ علي والاستاذه شوقيه، شكرا جزيلا لكم. قال تفويضا ففوضوا، وقال فضل اعتصامي ففضوا. ازهقت ارواح ويتمت اطفال وترملت زوجات، ولم تفض الفكره ولم تمت القضيه ولم تنتهي المطالب بالحرية والعدل. فهناك أناس يرفضون العبودية وهناك من يسعى لتحسين شروطها. إلى اللقاء. صادق في موتي حي، أنا الصادق في قلبي الضي، أنا يا صاحبي ميت حي، أنا سبت لكم الدنيا عشان الغي، أنا حبيتك أيوا صح لكن مش جاي، أنا مرتاح.